للتحدي في بذل كل قطرة عرق، 6 مباريات دفعة واحدة في أهم منعطف للطرق لإثبات النفس الأطول، 6 مباريات ذات تفاصيل شتى بين آمال صغرى كالبقاء مثلا وطموحات كبرى بتحقيق اللقب الأسمى. وقد تستطيع الجولة 24 رسم الملامح الحقيقية لبطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بوجود أشد المتنافسين عليه في هذه الجولة، وقيمة النقطة تزداد صعوبة والتفريط بها قد لا يعوض. قائد الأخضر الأولمبي سعد الشهري يستدعي كتيبته استعدادا لطوكيو. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة واللي يسعد بوجوده معي في حلقة اليوم. أبدأ بالناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ عادل عصام الدين، أيضا الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ سعد المهدي، المحاضر الآسيوي والمدرب الوطني الدكتور جاسم الحربي، الناقد والإعلامي الرياضي الأستاذ منيف الحربي. مساكم الله خير يا جماعة، سعيد اليوم بوجودكم معي في الحلقة. دائما نقول قبل البداية سعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا مشاركتكم معنا بإذن الله في هاشتاق الديوانية واللي دائما يكون ظاهر معك أسفل الشاشة. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ الحلقة بالأخبار. تفتتح غدا مباريات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ب6 لقاءات، حيث يحل الاتحاد ضيفا على الرائد، ويستضيف الاتفاق فريق الفيصلي، كما يستضيف الفتح فريق الأهلي. وفي الرياض تقام 3 مباريات، حيث يستضيف الشباب فريق التعاون، ويحل الباطن ضيفا على النصر، فيما يستقبل الهلال فريق القادسية. استدعى المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عاما الكابتن سعد الشهري 25 لاعبا للالتحاق بالمعسكر الإعدادي والذي يقام في مدينة الرياض خلال فترة أيام الفيفا لشهر مارس الجاري، وذلك ضمن المرحلة 3 من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، والمقرر إقامتها أواخر يوليو المقبل. أعلن نادي الفتح عن موافقة الإدارة العامة للاستثمار بوزارة الرياضة على طلب النادي بشأن إنشاء شركة استثمارية للنادي لتعمل على استثمار وتشغيل علامة النادي التجارية. ذكرت تقارير صحفية على أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين سوف تعتمد كراسة الحقوق التجارية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال اجتماع مجلس الإدارة والذي حدد في 31 مارس الجاري. كشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي بنادي العين بإصابة اللاعب إخوانبي بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب اللاعب عن الفريق حتى نهاية الموسم. طيب هذه الأخبار اللي موجودة معي، خليني ببدأ معك أستاذ عادل عصام الدين أبو بلما، من أي خبر تبغى تنطلق اليوم؟ والله أنا اللي طبعا كل الأخبار تستحق التعليق، لكن أنا بالنسبة لي كراسة الحقوق التجارية للدوري السعودي، نعم، أنا أشوف أولا يعني تحقق نجاح كبير للدوري السعودي من الجانب الفني، التغطية الإعلامية من خلال القنوات الرياضية السعودية، و يعني أكرر مرة أخرى أنه على مستوى العالم العربي على الأقل لا يوجد مثل القنوات الرياضية في تغطيتها للدوري السعودي، سواء من ناحية الكم أو الكيف. أما من ناحية الكم أنا يعني أزعم حتى على مستوى العالم، أنت ما بتغطي فقط دوري يضم دوري يعني الآن من أفضل الدوريات في العالم، يعني خلينا نقول بعد الدوريات الكبرى في أوروبا، أنت متفوق عربيا على حتى على مستوى الكم، أنت ما بتنقل فقط دوري الممتاز إنما حتى دوري الدرجة الأولى لا يوجد أبدا، كل المباريات الآن أنت يعني معناه درجتين، درجة الممتاز وأيضا الدرجة الأولى بتنقلها، هذا لا يوجد. تحقق نجاح كبير، لكن على المستوى التجاري أكيد ما حدث، يعني طبعا الظروف الحالية شوية طبعا بالتأكيد أثرت على الجانب التجاري، صحيح، الجانب التسويقي، هذا طبعا لا بيد القناة ولا هيئة الرياضة ولا، إنما هذا ظرف عالمي. الكراسة الآن هذه للموسم القادم، أنا أتمنى وأرجو إن شاء الله تعالى أنه القناة الرياضية أو القنوات الرياضية تحوز بالنقل أيضا، لأنه إحنا استفدنا أشوف نجاح كبير لهذه التغطية لا مثيل لها أبدا،
وانشارة عامة فيما يتعلق بالحقوق غير التجارية التسويقية أيضا. أنا أقول طبعا أكيد المؤسسات والهيئات إن شاء الله تساند وتقف، وهذا الظرف إن شاء الله نتغلب عليه ويكون الموسم القادم مختلف تماما جماهيريا ومتابعة وإعلاميا، لأنه بالتأكيد هذا بيأثر على الدوري. ممتاز. أبو نواف سعد المهدي، أي خبر بتاخذ ولا بتمشي على نفس الخبر؟ لا انا بشوف المباريات الغد إيه؟ 6 مباريات في يوم واحد إيه؟ تبدا من الساعه 4:15 وتنتهي اخر مباراه اللي هي مباراتي النصر والباطن والهلال والقادسيه اللي تبدا الساعه 48 دقيقه. نعم. يعني انت تتكلم من 4:15 لغايه تقريبا الساعه 10 او اكثر. وهي طبعا وبث مباشر لست مباريات صحيح في الجوله 24. طبعا هذا يعني يمكن الحديث حوله في جانبين، يعني في جانب اول شيء يوم كروي يعني ممتع وشيق ومؤكد انه بيكون مثير وبيكون محل اهتمام جماهير الكره السعوديه بشكل عام خصوصا في هذا التوقيت ولكن طبعا تداخل المباريات هذه طبعا مشكله يجب حلها او الفصل فيها. يعني البعض ممكن يعني يتصور مثلا ان القناه الرياضيه او القناه السعوديه الرياضيه هي سبب في ذلك، طبعا هذا الكلام غير صحيح. صحيح. والبعض يلوم لوما كاملا على لجنه المسابقات في هيئه رابطه المحترفين. أي. وهذا يحتاج تفصيل او يحتاج ايضاح. ما الذي دعا لجنه المسابقات لحشر 6 مباريات في يوم واحد؟ أي. حقيقه انا جاهز أدافع عن لجنة المسابقات، يعني لأني أنا أعجز أن أتصور أن ممكن يكون هم يعني يفسدون منتجهم بإيديهم، يعني لأن هذا منتج رابط المحترفين ويهمهم أن جميع المباريات تشاهد. طيب. ويهمهم أن جميع المباريات يكون لها ظهور يخدمها يخدم رعاتها ويخدم بالتالي أيضا رعاة الأندية، وبهذا الشكل يعني يصبح الجانب التجاري اللي حريصة عليه الرابطة وأظهرته في خلال الكراسة الجديدة أنه يكون يعني من حيث المبدأ يعني هو المرتكز اللي تبني عليه تسويقها وإقامتها لهذا النشاط وإشرافها عليه تنظيمها عليه. ما الذي دعا الجزء الأساسي في موضوع التسويق؟ ما الذي دعا اللجنة لفعل ذلك الحقيقة؟ يعني هل هو نتيجة لعب دور الأربعة ثم النهائي 8 أندية لعبت يوم الاثنين والثلاثاء فأبعدت الجميع إلى يوم السبت؟ صحيح. ولا تستطيع إبعادهم أكثر من يوم السبت والأحد لأن عندها في يوم 25 مباراة للمنتخب ودية مع الكويت. أنا كنت بقول لك ممكن سبب مباراة المنتخب. هل يعني رغبة منها في التسريع بإنهاء المسابقة ومن خلال ضغط الجولات في يوم طيب يوم الأحد؟ لماذا لم يكن يوم الأحد يأخذ نصيب من 6 مباريات واكتفى فقط بمباراتين؟ أنا الحقيقة ما أقدر يعني أعجز أن يفسر يعني أو أتكي بالضبط على أحد الجهتين، إنما القناة الرياضية أو القناة الناقلة أيا كانت الحقيقة يعني إن قصرت أو لو حدث تقصير في نقلها اعتقد الملامه يمكن ترجع على من وضع الجدول على لجنة المسابقات. زحمه العمل هذه يعني مؤكد انها لها سلبياتها يعني صحيح. تحت اظرف. وانا يمكن كنت اتكلم مع استاذي الاستاذ عادل وانا اقول له انا بدافع عن لجنه المسابقات، هو طبعا كان مستاء من اللجنه من ولكن لا يعني ولكن لن يكون دفاع يعني اعمى، لا هو دفاع من حيث المبدأ من حيث مثلا المنتخب المشاركات الاسيويه اللي كانت في صحيح. فتره يعني انا حاول التمس العذر واقول اني ابغى دافع حتى عنهم بس الحقيقه في شيء احيانا يخفانا، يعني يا ليت يعني يتم ايضاح ذلك، يعني تحديدا يعني 6 مباريات ومباراتين لو جعلوها في يوم واحد ممكن اقول خلاص هذا في سبب قاهر يعني جعلهم يوصلون الى هذاك، ولكن طالما انه اليومين متاحه عندهم فليش ما وزعوا يعني خفوا على الاقل مباراه ثالثه او رابعه 4 مباريات ربع مات والله لا اعلم، ولكن اتمنى الحقيقه انه يكون في إيضاح لا يكون في ايضاح ايضاح ربما ان الحل لم يجدوه يعني وانه يفترض ان نقول لو عندهم حل يفترض انهم فعلوه لكن على الاقل ايضاح الاسباب علشان احنا ايضا نكون معهم ولا نكون ضدهم يعني. طيب دكتور جاسم
تروح نفس الموضوع هذا وكنا طرحناه يمكن احنا كثير كنا من بالداخل على مستوى المباريات ولهم حق الرد ولا شفنا لا حق رد ولا شفنا حد رد علينا وهذا مشكله يا اخي لابد تكون في شفافيه في العمل شو المشكله انهم يطلع بيان يا اخي لا ترد علينا لا تطلع في التلفزيون طلع بيان من عندك انه خلنا نقول بالعاميه حشر المباريات هذه اسمها حشر يعني شو المشكله لما توزعها على يومين او على ثلاثة ايام واذا كانت فتره الراحه عشان تعطي حق للجميع تكافؤ المنافسه لحق الانديه كل من يتجاوز 72 ساعه يعتبر هذا راحه ايجابيه وفعليه ونظاميه وعلميه في نفس الوقت حتى لو ريحت اربع ايام اهم شيء انك ما تكون تريح يومين وتلعب مباراه وغيرك يروح اربع وخميس وجمعه وريحوا خلاص ان اذا تعدى 72 ساعه من المفترض جدول المباريات من جديد ما فيها مشكله لا تقول هذا زيادة يوم لا فترة الاستشفاء هي 72 ساعة وبعض الفرق إذا مدرب اللياقة عندهم ممتاز ممكن يخليها أقل لأنه يقلل في الأحمال التدريبية وهذا طبعا يعوضونه من خلال المباراة يعني فنيا تقدر تدرك هالموضوع طبعا ما فيش طبعا احنا ليش نقول خلي يكون في واحد فني لما تيجي تحط مباريات مثلا الآن جاتنا إجازات عيد ثاني يوم أو ثلاث يوم مباريات هذا منطق بالله عليك بس ما شاء الله انت موزع الفنيين في كل شيء في كل شيء بنحط فيه فن لا لا مو مبدا اختصاص الحين انا اقدر اقدم برنامج مكانك مستحيل صح مستحيل لان هذا تخصص يعني في خاصيه الابداع في خاصيه الخبره يعطيك معلومه عرفت فهذا تكلمنا فيه كثير بصراحه بس يقول لك مثلا على طريقه مثلا كل الدوري في العالم في معايير للدوري كيف تتم اليه المباريات واختار المباريات وتوزيعها فهم يطبقونها فبالتالي تطبق هذا هل الملاعب لها دور يمكن يعني عدم جاهزيه الملاعب مشغوله مثلا بناشئين شباب بفئات سنيه ما اعرف طيب شو لازم يكون في سبب لا يمكن انهم يفعلون ذلك بدون سبب عدم جاهزيه الملاعب يا استاذ خليه ست مباريات في نفس اليوم معناتها عندك ملاعب لا معناتها ما زادت عدد المباريات عندك قبلها ملاعب. وبعدها بايام يعني يوم الثلاثاء عموما مو بهذا الموضوع اللي انا باخذك للفتح يلا قول حقك لأن بصراحة أنا يعني تربيت في النادي من صغري العمل فيه منظم من زمان من أيام ما كان في دعم على إعانة رعاية الشباب يوم كانت رعاية الشباب النادي يعني يصير في رؤساء الأندية اللي تعاقبوا عليه للأمانة قدموا نموذج ليش يسموه نموذجي لأنه نموذج منظم فعلا صحيح. منظم واللي يزور النادي حيعرف الشيء هذا نعم. وبعدين مهتم في جميع الألعاب الآن وجود الاستاذ سعد العفالق مهندس سعد العفالق فهذا حيضيف للاستثمار التجاري واستقلال العلامة التجارية للنادي بشيء الكثير صحيح لان لما يرأس النادي رجل يعني تفكيره في التجارة وفي اقتصاد وتوفير له خبرة في الموضوع طبعا ما في شك صحيح واذا هو ناجح برا فما بالك لما تجيبه في نادي وعنده على فكرة اكبر مساحة نادي على مستوى المملكة هي من نادي الفتح ومن أفضل الأماكن موجودة أكبر مساحة نادي على مستوى أكبر المملكة أكبر مساحة نادي على مستوى المملكة مو من ضمن الأندية ألف وباء وجيم اللي هي لا قصدي المساحة السكوير حقها يعني المساحة الكلية كبيرة جدا مساحة هم اشتروا أرض أضافوها يعني ولا كيف لا لا هي من الأساس يعني كان أيامها لما طلعوا الصك على المكان كان أيامها رئيس البلدية هو رئيس النادي والمكان ما كان عليه اي غبار يعني كانت ارض حكوميه واقرها ايام الامير فيصل بن فهد الله يرحمه ووافق عليها على طول طيب فنتمنى ان شاء الله التوفيق يعني انت تتكلم عن الخبر حق الموافقه على انشاء شركه استثماريه للنادي طبعا هذه استقلال علاميه تجاريه النادي منظم اللي يعملون فيه ناس منظمين انت شفت احد ينظر فيهم يطلع في الاعلام وما عندهم هيوج وعندهم ناس تشتغل بهدوء الموسم الماضي والله المهندس سعد العفالق طلع كثير طلع ايش قال على التحكيم اي لازم كلهم قالوا التحكيم جيب لي احد ما قال التحكيم التحكيم صفر للامانه الكل متضرر منه خلينا نكون منطقيين يعني صح يعني كل متضرر منه فبالتالي لما اي رئيس بس ترى على هالخبر برضو ولا قاطعك يعني دكتور يعني الموافقه على انشاء شركه استثماريه للنادي في الفتح ايضا الاخبار عندنا انه نادي الشباب ايضا تلقى هذه الموافقه لانشاء شركه استثماريه بالنسبه لنادي الشباب والشباب نبارك له بعد لا ننسى الاستاذ خالد البلطان رجل صحيح تجاري صحيح
يعني اللي جاتهم موافقة أصلاً يعني تكوينهم للتجارة موجود أوريدي، خبرة وفي مال ويقدرون يستثمرون بالشكل الصحيح. ممتاز. بركان، بحكم يعني أنا أعتقد أن لك علاقة في موضوع الاستثمار، جمعية كنت موجود فيها على المستوى الاستثماري أو على مستوى الاستثمار الرياضي. جميل، اليوم التسويق الرياضي. إيه التسويق الرياضي. مدى الاستفادة اليوم مثلاً لإدارة الفتح من هذا هذه الموافقة وإنشاء شركة ونادي الشباب أيضاً. هو الحقيقة يعني شوف أنا عضو في مجلس إدارة جمعية التسويق الرياضي صحيح. ورئيس اللجنة الإعلامية في الجمعية. جمعية لها سنة تحت مظلة وزارة الرياضة. صحيح. طبعاً جمعية غير ربحية لكن تهدف لإثراء يعني السوق والتوجه نحو التسويق الرياضي أو دعم مجال التسويق الرياضي وتطويره وإثراءه بالخبرات والبحوث والتعاون مع الجهات ذات العلاقة سواء رسمية رياضية أو غيرها مثل الغرف التجارية والجهات التجارية في المملكة. لا شك أن إنشاء شركة الفتح الاستثمارية وشركات الأندية اللي شفناها قبل فترة برضه قبلهم النصر والهلال والأهلي والاتحاد الآن يعني بقية الأندية أن عمل توجه جميل جدا نحو تحقيق بيئة مؤسسة نحو الاستثمار الرياضي الحقيقي يعني في الأندية. هذه طبعا تحتاج استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية والإدارية واللي شفنا الوزارة بدأت فيها من فترة صحيح. مع الأندية لتأسيس بيئة استثمارية حقيقية تحقق الفائدة من هالتوجه للأندية على مستوى الواقع. احنا شفنا الأندية كثير تتكلم عن رعايات، تتكلم عن عقود استثمارية، لكن لما تجي على أرض الواقع تلاقي الأندية تتكرر حكاية غرقها في الديون أو معاناتها من الأزمات المالية المتكررة. فهذا ينبئ أو يشير إلى وجود خلل من ناحية العمل الإداري الموجود في الأندية ومن ناحية الاستثمارات، أو أن فيه عدم توازن بين ما استحققات الأندية أو ما تسعى تحقيقه وبين توظيف الموارد اللي موجودة. لذلك أتوقع أن الفترة المقبلة أن إدارات الأندية مطالبة أو حتى الوزارة على مستوى الوزارة أنها توجد إدارة أندية وكفاءات إدارية قادرة على أنها تسير في هذا الاتجاه. بدخل معك في هذه النقطة بس يعني للأمام. يعني أنا شايف في الأيام الماضية من خلال كل الطرح اللي عندنا والزملاء النخبة من النقاد اللي موجودة معي على مستوى الديون، يعني هذا مرددة كثير. يعني نتكلم اليوم أنه الأندية غرقانة بديون مثل هذا الطرح، إحنا نقول سمو سيدي ولي العهد سدد الديون وخلصنا، الوزارة واقفة مع الأندية ودعم الأندية من خلال الدعم المالي ومتابعة ومراقبة، ودائما هذا الموضوع مردد. يعني بحال تشعر أنك ما تفهم الموضوع. هل هو إذا جازت العبارة دلع من الأندية أنه اليوم تصدر على مستوى الديون اللي موجودة عندها وأنه التفاصيل المالية ما تخدمهم، على الرغم من أنك أنت لما تدخل في التفاصيل اللي كانت موجودة أول تشعر أن الأندية حصلت على كل الاستحقاقات المالية اللي موجودة عندها وبدعمه وبمراقبة. بالضبط. شوف طيب ليش إحنا نردد دائما هالموضوع؟ الرحمن يمكن الزملاء ذاك اليوم في حلقة كنت موجودة أعتقد فيها الزميل أحمد الفهيد وعبد العزيز الغيامة صح والزميل محمد البكيري أثروا النقطة هذه وتكلموا عن معاناة الأندية في ظل حتى وجود الدعم في حلقة مفقودة في الأندية سواء من ناحية مصاريفها وحتى من ناحية استثمار الموارد والدعم اللي موجود من الوزارة. الحكومة ما قصرت كثير، يعني غطت جوانب كثيرة من استحقاقات الأندية وأنقذت الأندية من اتجاه كان مظلم بصراحة. نعم. الأندية لكن فعلا في حلقة مفقودة لا زالت، يعني إدارات الأندية من المتسبب فيها؟ غير هل هي إدارات الأندية؟ أنا أتوقع أو الجهة الرسمية. قلت أن أزمة الأندية السعودية حاليا هي أزمة إدارية في المقام الأول، والوزارة مطالبة إن بإيجاد آلية بحيث أن الشركات مثلا بعض الشركات القابضة تحت مظلتها مجموعة شركات تسعى أول ما تسعى لاستقطاب كفاءات إدارية قادرة على أنها تقود هذه الشركات لتحقيق الأهداف المعلنة ورسم استراتيجيات. للأسف معظم إدارات الأندية جت في فترة انتقالية من مرحلة لمرحلة، ومعظمها بأمانة يعني وجدت نفسها متورطة في التوجه الجديد ما هي قادرة تواكبه في ظل استحقاقات كبيرة يعني للأندية، وفي ظل وجود عقود سابقة، في ظل وجود دعم شرفي سابق أو بعض الالتزامات اللي على بعض أعضاء الشرف أو بعض الجهات صح. أو الإدارات السابقة اللي تخلت عن الأندية ولا زالت التزاماتها كبيرة، فوجدت نفسها في بس هي اللي دخلت في هذه الالتزامات برضو وجدت نفسها يعني مثلا إذا أخذناها على اللاعب المحترفين مثلا اللي هو يطرح مين؟ اللاعب المحترفين اللي كانوا في المواسم سابقة وكانت مبالغهم عالية، ترى جزء كبير منهم أو الأغلب إذا صحت ذاكرتي معي هم اللي مجددين معهم إدارات الأندية،
هم اللي جددوا مرة أخرى معهم بمبالغ عالية. لكن الفترة اللي جاء فيها معظم اللاعبين اللي كانت عقودهم ضخمة جدا وفترة وجود السبع، طيب أنت جددت معهم مرة ثانية بمبالغ عالية، لابد لابد من إدارة حزمة، لابد من إيجاد حزمة حلول، يعني ما هو حل واحد فقط. رؤيتي أو رأيي أن لابد من إيجاد حزمة حلول للأندية لإنقاذها من هالاتجاه وتحقيق استثمار أكثر أو تحقيق فائدة للدعم اللي موجود حاليا، لأن الدعم هذا ما راح يستمر إلى الأبد. لابد أن تجي فترة أن هالأندية تكون كيانات قادرة على أنها تحقق موارد وتستثمر هالموارد في يعني تستغني عن الدعم الحكومي، ما تكون عبء على الحكومة إلى سنوات مقبلة. فلا بد أن تكون إدارات الأندية عندها هالتوجه لاستثمار الموارد أو تحقيق حتى موارد إضافية، بدل ما تبقى في نفس الدائرة المفرغة وتدور يعني في نفس مشكلة الالتزامات المالية المتراكمة والعقود الساتقة. أنا أعتقد أن بأي آلية قصدي؟ لا بد من إيجاد حزمة حلول. من ضمن الحلول مثلا الحزمة هذه أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب، تفعيل الاستثمار في الأندية استثمار حقيقي. من ضمنها يمكن الخبر اللي كنت بعلق عليه وتطرق له أستاذي أبو لما اللي هو كراسة الحقوق، أن رابطة المحترفين راح تعتمد كراسة الحقوق التجارية للدوري. الرابطة بصراحة تأخرت كثير في الموضوع هذا، ما شفنا لها أي عمل الموسم هذا، ويمكن إذا بنجد لهم بعض الأعذار أنه فعلا ما كان الموسم استثنائي يعني بظروف صعبة مرت على الأندية، لكن من الموسم المقبل ما أعتقد أنه حيكون عندهم أعذار. لابد أنها تكون الرابطة على مستوى المرحلة الحالية وتمثل الأندية خير تمثيل. طيب شيء دكتور؟ أنا على أساس اللاعبين الآن خاصة رؤساء الأندية عندك ميزانية محددة وما عندك استثمارات خارجية ولا عندك أعضاء شرف يدعمون، 50 مليون خلينا نقيسها كمثال. طيب ليه ما تمشي أنت أمورك على بناء على 50 مليون تعمل ميزانية حتى اللاعبين الأجانب هذول مبالغة، يجيك لاعب تدفع فيه 5-4 مليون 6 مليون وهم ما يستحق ولا 600 ألف السنة. وباختيارك، هذه نقطة مهمة ترى، باختيارك اليوم اللي جددوا الأسماء اللي جددت كلها باختيار الإدارة، ما عندك الفلوس سم، حتى لو يستحق أيضا ما عندك يعني الفلوس برضو تأخذ على بهالحساب يعني. أي بس أنا واحد يستحق بس ما عندي، ما خلاص ما عندي ما يلزمني. شوف الحزم اللي يتكلم عنها أبو راكان يجب يكون فيها نوع من المحاسبة، لو رئيس النادي اخترتني وعطيتني ميزانية أصرف منها يجب أنك وين وديت هالفلوس. موجود المحاسبة محمد حاليا، في محاسبة في رقابة مالية، ممتاز، بس في شروط للدعم. مشاكل الأندية الآن والديون المتراكمة بسبب إيش؟ سوء تصرف، تعاقدات ما لها داعي، تجديد اللاعبين منتهين أصلا ما يستحقون أنه تجدد له. حلو، فهذه مشاكل مين؟ من الوزارة ولا من الرئيس النادي؟ من رئيس النادي طبعا. فهنا تصير مساءلة. لا ليش هذا أول كان في مسطرة للاعبين تحديد مثلا حلو. أبو لما مستوى ما يتجاوز 50 ألف، أنا ما يتجاوز 30 ألف. ممتاز، طيب المسطرة خلها ترجع الآن، مو بس على تعطي يعني الحبل أو تترك الحبل على القارب وتخلي رئيس النادي على كيف يتصرف، لا يعرف يختار مدرب ولا يعرف يختار لاعبين، وفي نص الموسم يبي يغير مدرب ويبغى في الفترة الشتوية يغير لاعبين، أنت ما عندك أصلا. لذلك هم تتحول الأمور هذه، أنا ما أبغى أعمم، ترهق نفسك ماديا في الموضوع، ترهق نفسك ماديا في هذا صحيح بدون استفادة. ليش هم دخلوا نفسهم في مشاكل مادية بسبب التصرفات؟ طيب حلو، بعدين في شيء أنا أبغى أضيفه. شوف الآن نكون يعني منطقيين، إحنا الآن في مرحلة غير المرحلة السابقة، ما عاد في أندية يعني كانت أندية شبه خاصة لأنه أعضاء شرف كانوا يمتلكوا هذه الأندية ويدعموها، وكانت الرئاسة العامة لإعادة الشباب أنا ذاك بالاسم المسمى القديم بعيدة، ما هو زي الوضع الحالي. الآن أنت شبه يعني تملك هوية جديدة للأندية، في هوية جديدة مختلفة، وهي أن وزارة الرياضة أو الدولة في المقام الأول هي اللي تدعم، وهذا الشيء الجيد وهذا اللي كان ينقصنا وهذا بمصلحة الرياضة السعودية. أنا أحمل المسؤولية كاملة على إدارات الأندية، هذه الإدارات يجب أن تواكب المرحلة. الحساب طبعا موجود، لكن الرئيس الحالي الموجود هو رئيس أقرب إلى وزارة الرياضة من أعضاء الشرف، لأنه ما في أعضاء شرف. كان أول يجي أعضاء الشرف هم اللي بيختاروا الاسم وبالتالي يتحمل النادي، الآن لا، يجب أن توافق وزارة الرياضة
وبدعم من وزارة الرياضة الآن بياخذوا فلوس، يعني بيروح النادي بيجلس مع إذا يعني مثلا نادي بيشارك في بطولة آسيا من فين بيحصل فلوس؟ من وزارة الرياضة. نعم. مو من 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 رئيس أعضاء شرف. نعم. أو من أعضاء شرف. ممتاز. الرؤساء التنفيذيين يجب نحسن اختيارهم صراحة. ممتاز. هذا رئيس تنفيذي يجب أن يتحمل المسؤولية. صحيح. أنا اللي بشوفه النقطة المهمة، لماذا يحاسب النادي بدل من أن تحاسب الإدارة؟ أنا ضد أنك أنت تحاسب النادي ككل الكيان. حاسب رئيس النادي، يا أخي ما نجح أغيره أجيب واحد ثاني يتحمل المسؤولية والشروط يطبقها كما هي. يعني ما حاسب النادي، ما يتضرر النادي قصدي، أحاسب الإدارة. يا أخي هو يدير النادي أبو لما فشل يطلع أوت. يا أخي هذا نادي، يا أخي أنا ليش يتضرر الكيان؟ تجيب لي لاعبين تدفع مبالغ هم يعني ما يستحق اللاعب ولا ربع القيمة. من اللي اتخذ القرار؟ رئيس النادي. هذا هنا تكسر لائحة التنظيمية الأساسية للأندية يا أبو لما. يعني جالس إدارة الأندية جاي بانتخابات وأنت مشرع الانتخابات للاختيار رئيس المجلس الإدارة وأعضاء الإدارة. فما يمكن أنك أنت تيجي في سنة ولا بعد شهر ولا بعد سنتين تقول رئيس النادي توكل على الله يعني أطلاقا. ممكن أبو نواف، هذه الجمعيات العمومية هي مسؤولية. أي لازم الجمعية العمومية تكون أبو نواف تأدي دورها. صحيح. في تغيير الآن، أنت عندك أنت الكفاءة المالية، هذه من وضعها الكفاءة المالية؟ الكفاءة المالية من الجهة، من المؤسسة الرياضية الأم، هي اللي بتحاسب. الآن خصم نقاط وكذا، من اللي ما هو النادي اللي بيخصم على نفسه، من الجهة الرياضية. طيب. وبالتالي أنت تغير وتشرع وتضع البنود التي تتفق مع المرحلة. طيب احنا أنا رئيس النادي هذا، أنت الآن بتحاسب الكيان. طيب إلى متى؟ أبو لما. الكيان يدفع ثمن. طيب ولماذا؟ ليش رئيس النادي اللي هو حمل النادي كل هذه الأعباء والديون يخرج بالنهايه غير متضرر؟ في مسؤوليه تضمنيه يوقعها الرئيس، ما عاد صار يطلع في تنظيم لها، ما عاد صارت مثل الاول. يعني يلا هذا في رؤساء الحين على الهواء في موقعين مع لاعبين ما استفاد منهم النادي بدون ذكر اسم. نعم. طيب. هل في محاسبه؟ سمعت عنه محاسبه؟ ما في محاسبه. نبغى يطلع واحد اعلان ان رئيس النادي تجاوز الفلاني كذا بدون ما اذكر اسم. من يجي يحاسبه يا جاسم؟ سم من تبغى يحاسبه؟ رئيس النادي. لأن في شيء غلط عندنا احنا جاي بالمجهوب. يعني عندك جمعيات عمومية، يعني لو كان هناك جمعيات عمومية حقيقية، وانت يجب ان تسعى الى ايجاد جمعيات عمومية حقيقية اول شيء، لان هي القاعدة اللي يبنى عليها كل شيء. مجلس الإدارة ولا رئيس مجلس الإدارة لما يتخذ قرارات خاطئة او يقع في مطبات او اخطاء ويستدعى من الجمعية العمومية ويتم محاسبته من الجمعية العمومية أو مساءلته أو تقويمه أو مساندته، هذه هي الوضع الطبيعي والنظامي للعمل مجالس إدارة الأندية. وبعد ذلك يتم الرفع فيه لوزارة الرياضة إذا كان وصل إلى مرحلة الأخطاء اللي تستوجب يمكن إبعاده أو حل مجلس الإدارة. عدا ذلك ما فيه. يعني الجمعية العمومية تتبع لمن؟ النادي نفسه. كل نادي عنده جمعية عمومية، شركات. من يشرف عليها؟ جمعية عمومية هي الأصل أصلاً. وزارة الرياضة يا أبو نواف. عندها نظام أساسي، الجمعيات العمومية عندها نظام أساسي. يحدد شروط أصلاً المنتمين وطبيعة أدائهم. صحيح. واللي لهم واللي عليهم. بس هم الأساس الحقيقة. مجلس إدارة الأندية هي مجرد جهة تنفيذية. نعم. مش مفروض أنها تكون. يعني المفروض ان لا هي تتحكم بالقرار. طيب. ولا يفترض ان اللي يعني تتسلط على النادي او حتى غير فعله ابو نواف، يعني غايبه. طيب تماما. اذا طيب سمحتوا لي بس اروح للموضوع الثاني. صحيح. ابدا بتفريق. نروح للمباريات. طبعا ست مباريات تفتتح بها الجوله 24 منافساتها، وتفتتح بها الجوله 24 منافساتها. تفاصيل اكثر في التقرير. تفتتح غدا السبت منافسات الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بست مواجهات. البداية من بريدة، حيث يستضيف الرائد فريق الاتحاد بعد قدوم الفريقين من انتصار في الجولة الماضية. لقاء يسعى فيه أصحاب الأرض إلى الهروب من منطقة الخطر التي يبعد عنها بنقطة واحدة فقط. أما الضيوف فيأملون مواصلة النتائج الإيجابية بعد تقليصهم للفارق النقطي مع المتصدر إلى 4 نقاط.
ثاني المواجهات من المنطقة الشرقية، الفيصلي يحل ضيفا على الاتفاق وسط تنافسهم على المقعد المؤهل لدوري أبطال آسيا. أما عن الظروف ونتائج المواجهات الأخيرة فهي متشابهة، إذ لم ينتصر الفريقان في آخر مواجهتين، إضافة لفارق النقطتين بينهما. وفي ذات المنطقة يستضيف الفتح فريق الأهلي بآمال مختلفة بين طرفي اللقاء، حيث يبحث الضيوف عن الانتصار الذي غاب عنهم في آخر 6 جولات مضت. أصحاب الأرض فيسعون إلى الابتعاد عن منطقة الخطر بنقاط الأهلي. رابع المباريات من العاصمة الرياض، التعاون يحل ضيفا على الشباب بحلة جديدة بعد تغيير الإدارة للجهاز الفني للفريق. وصيف الترتيب يأمل بتحقيق الانتصار وتعثر منافسه لينفرد بصدارة الترتيب تكرارا لما حدث في الجولات السابقة. أما الضيوف فيسعون لتأكيد انتصارهم في الدور الأول بعد خروجهم من الملعب برباعية نظيفة. ومن الرياض أيضا يستضيف الهلال متصدر الترتيب فريق القادسية بذكريات المواجهات 5 الأخيرة بينهما في الدوري، إذ انتصر الهلال فيها جميعا. وفي الطرف الآخر يبحث القادسية للعودة إلى سكة الانتصارات بعد غيابها في الـ4 مباريات الماضية. ختام اليوم الأول من ملعب مرسول بارك، الباطن يحل ضيفا على النصر بفارق الطموح بين الفريقين، حيث يسعى أصحاب الأرض لتكرار انتصار الدوري الأول والاقتراب أكثر من المقعد الآسيوي، فيما يحاول الضيوف تحقيق انتصارهم 3 على النصر في الدوري وخطف نقاط اللقاء. 6 مواجهات ينتظرها المتابع الرياضي في أولى أيام الجولة 24، وسلم الترتيب يترقب النتائج للتغيير. طيب بروح معك دكتور جاسم الحربي على هذه المباريات 6، من أي زاوية تبغى تبدأ وبتاخذ أي مباراة؟ شوفني ماسك الورقة عشان ما انسى لأنها 6 جدول برد. شوف هذا منعطف خطير لكلهم، كل الأندية صحيح، كل الأندية محتاجة 3 نقاط. لا. الاتحاد محتاج عشان يحافظ على مركزه، الرائد محتاج عشان يبتعد عن منطقة الحسابات، الاتفاق والفيصلي نفس الشيء. عندك الشباب طبعا لابد انه يحافظ على 3 نقاط على اساس ما يصير في فرق بينه وبين الهلال. ممتاز. التعاون نفس الشيء، لابد يبعد عن مرحلة الحسابات ايضا. الباطن مهدد بالهبوط ويحتاج 3 نقاط، والنصر ايضا محتاج 3 نقاط على اساس يقرب تعديل المركز. اي طبعا. الهلال والغادسية نفس الشيء، الهلال يبغى يحافظ على صدارته والغادسية يبغى يحسن ترتيب من موقع. المباريات بصراحة كلها كل الفريق يقول لك النقطة واحدة ما تكفي. يعني كل الفرق محتاجة للـ3 نقاط. فمباراة صعبة تجي مثلا على عطفا على المستويات للفرق كلها. أبو محمد بكرة ممكن يكون في مفاجآت في هذه المباريات؟ والله ممكن. أو اليوم أنه وصلنا لمرحلة أصبح المفترض أنه يكون التركيز عالي عند الأندية اللي تبغى مثلا تنافس على الدوري وعند الأندية اللي تبغى تهرب من الهبوط. شوف حنا يمكن كثير اتفقنا وحنا والزملاء اللي يطلعون في الديوانية، أي مرة النادي فوق ومرة إيش تحت تحت. إذا هذا حق مشروع للجميع، تتوقع في أي شيء. نعم. يعني ممكن مثلا الباطن يفوز على النصر، ممكن مثلا القادسية يفوز على الهلال، ممكن التعاون يفوز على الشباب. سواها في الدور الأول ترى. نعم. أكبر خسارة تلقاها الشباب من التعاون 4. نعم. يعني كانت صحوة للشباب بعدها. بعدها خلاص بدأ يعني أخذ الكيرف باتجاه التصاعد حتى وصل للصدارة. أي. وبفارق نقاط. أي. فخسارتها مع الاتحاد رجعتها شوج وقدمت الهلال أساس تساوب النقاط، لكن محصلة الأهداف تميل كفتها طبعا للهلال. الفرق كلها محتاجة 3 نقاط. مباراة قوية، الشباب والتعاون مباراة قوية جدا، الكل بينظر لها المباراة من جميع الاتجاهات، لأن الشباب ينافس الهلال على الصدارة، الهلال نفس الشيء محتاج 3 نقاط، النصر محتاج 3 نقاط، الفتح نفس الشيء. طب في هذه المرحلة أتكلم على 3 المتنافسين على اللقب. أبو محمد في هذا المنعطف يصير الدور
هل هو دور المدرب في العمل الفني، ولا الآن إحنا ندخل في مرحلة اللاعب يكون حاضر بشكل كامل ولذلك هو اللي يقدر يرجح كفة فريقه، ما هو العمل الفني؟ شوف بشكل أعلى يعني طبعا. اللي عنده دروب وكان متصدر هو الهلال، أي رجوع للخط الفوز من جديد مو على أساس غير المدرب، اللاعبين هم نفس اللاعبين، لكن أداء اللاعبين تغير، نفسية اللاعبين تغيرت، رغبتهم في الفوز تغيرت، إحساسهم بالمسؤولية زادت لأنهم فقدوا مركزهم اللي كانوا موجودين عليه. صحيح. وإحنا يمكن أنا من هنا من هالمنبر قلت جاهم نوع من التشبع، بعض اللاعبين خلاص جيت نوع من التشبع من المكافآت الفوز من البطولات من فما عنده شيء يخسر، يقول أنا عندي رصيد، بعضهم تفكيرهم كذا، ولكن من المفترض تكون ثقافة ألمانية، الألمان ما فيه سجل فيك هدف تفتح للمرمى يسجل ستة، وهذه ثقافتهم في المباريات. خلي تصير لعبتنا نفس الشيء، تقدم ثلاثة ولا أربعة خلاص صار عنده هدوء في الأداء ورتم بطيء وممل، لا فريق شايفة مثلا مش مقاوم لك فرصتك تزيد الأهداف. نفس الشيء أنا أتكلم عن البطولات سواء للهلال أو غير الهلال، النصر اتحاد الأهلي الفرق اللي تبحث عن الشباب اللي يبحثون عن طبعا عن البطولات، نعم. يجب أن يكون عندهم ثقافة الفوز، القتال الشخصي بينك وبين نفسك. أنا مرة جبت مثال قلت لك إذا أنا عندي 11 لاعب في الملعب، إذا عندي 7 لاعبين عندهم رغبة عالية بالفوز بيشيلون لك الباقي الخمسة إذا كانوا نازل مستواهم، لا صار العكس 7 يلا يتحركون في الملعب والخمسة بما فيهم محارس يعني يصيرون 4 داخل الملعب، كيف بتكون صعبة. فهي المعادلة فيها توازن من جميع الاتجاهات، أول شيء الجهاز الفني له دور كبير في إعداد اللاعبين، توزيع الأحمال التدريبية على أساس ما يوصل اللاعب لإرهاق الدقيقة 80 وهو قاعد يسحب رجلينه مثلا، أنا أجيبها بالشكل العام على أساس يعني يكون أداء هابط تركيزه يقل أخطاء تكثر. هذه طبعا آخر العشر دقائق دي زي أول عشر دقائق أو ممتاز. 5 دقائق ممتاز. يفقد اللاعب فيها التركيز، لذلك أحيانا من التعب بدل ما يعوض أنه بمستوى وكذا ممكن يسوي يتسبب في خطأ ويتحصل عليه على كرت أو كذا. لكن بشكل عام المدرب له دور، اللاعبين لهم دور، الجهاز الطبي إذا كان محضر اللاعبين ورجعهم من إصاباتهم له دور، الجهاز الإداري أيضا له دور. خلى الحين الإعلام ما شاء الله صار مفتوح، الميديا صارت من جميع الاتجاهات، حضور الجمهور اللي نقول دعم الجمهور، جمهور صار يدعم من الخارج، إذا ضغوط من الجمهور في الملعب ما مش موجودة، اللي كان اللاعب يحس بالرهبة ولما يدخل ويشوف الجماهير، الآن الجانب هذا أخذوا زي يقولون بردا وسلامة، ما عاد فيه ما في يدخل ويشوف الجمهور وتصير عنده رهبة، ما فيه الشيء، انتهى الموضوع هذا، انتهى بحكم جائحة كورونا وعدم وجود طبعا الجماهير. إذا هي العملية عملية مشتركة، رغبة الجهاز الفني، رغبة اللاعبين أهم بدرجة، لأن أثناء المباراة المدرب دوره كم؟ اي هذا ما يتجاوز بين اليوم من 20 الجماهير. اذا حصل دروب او حصل اخفاق لاي فريق من المتنافسين توجهت خلني اقول اسهم النقد على اللاعبين على الكل على طيب افرض عطني طرف افرض عطني طرف انت في هالمرحله في طرف يتفوق يشوف يكون مسؤوليته اعلى ليش يتفوق؟ إيه؟ عشان اخطاء تصير فيه إيه؟ اخطاء في التغيير، اخطاء في قراءتك للمباراه. اي من هو طيب هذا اللاعب ولا لا المدرب؟ طبعا المدرب. احيانا تغييرات المدرب تجي بالعيد طيب. واحيانا تكون سند قوي للفريق ويقول لك والله مدرب تغييراتها ناجحه وحولت نتيجه الفريق. انا اذكر سامي النجعي في النصر، النجعي اسمه صحيح سامي النجعي، دائما ينزل مدرب ويعمل تشنج يغير في نتيجه المباراه. طيب هذه ورقه رابح، هذه تحسب للمدرب ما تحسب عليه. صحيح. انا هذا مثال بس ممتاز. لكن المدرب عنده طبعا على فكره احيانا حتى المدرب ينضغط اكثر من اللاعبين خاصة في وضع النادي الهلال والشباب، الضغط عليهم عالي جدا، لا المدرب يبغى يخسر ولا اللاعبين يبون يخسرون ولا الإدارة تبي تخسر. ممتاز. أبو لما تأخذ أي شوف الدكتور كرر كلمة الرغبة، الرغبة هذا الرغبة إيش؟ جانب نفسي. كرر الأحمال التدريبية هذا جانب إيش؟ بدني. بدني.
كرر اتكلم عن التركيز، هذا جانب ذهني، وبعدين عرج على المدرب واللاعبين، هذا جانب فني. يعني شوف لانه يفهم، ما يعني في بعض الناس يديك فقط يقول لك والله اذا لعب فلان ولا ما لعب فلان ولا التشكيله ولا طريقه اللعب، هذا جانب جزء واحد. بس هنا في كلام شمولي. ليه؟ لانه شوف يعني بدا بالرغبه وانتهى بالرغبه. الرغبه ايش هي؟ هذه جانب نفسي بحت، وفعلا له دور كبير في المباريات. يعني ما إن غياب لاعب وغياب لاعبين نعم مؤثر، تغييرات المدرب نعم مؤثرة، التشكيلة استراتيجية المدرب الفنية نعم لها أهمية، ولكن لا يجب أبدا أنك تنسى الدور النفسي الذهني والأحمال هو الجانب البدني. هذه هي استراتيجية كاملة لأي فريق. النقطة المهمة أنا عندي، أنا أشوف بكرة سباق قوي ومثير بين الهلال والشباب في الاكتساح والفوز، وحيفوز الهلال ويفوز الشباب بإذن الله طبعا. أنا يعني لكن أنا أتكلم جانب فني. يعني الاتحاد يلحق ولا ما يلحق؟ مباراته جدا صعبة، وعنده مرهق، في عنده إصابات وكذا، ولا تنسى الرائد وضعه حرج جدا. يعني الرائد بيلعب على أرضه، والمباراة أيضا مهمة بالنسبة له، فحتكون مباراة صعبة على الاتحاد وعلى الرائد أيضا. إذا فاز الاتحاد حيواصل المشوار، وهنا مهمته صعبة أصعب بكثير من مهمة الهلال والشباب. أنا أتوقع فوز هلالي وفوز شبابي ومواصلة التنافس بينهم. وبالنسبة للاتحاد بما أنك توقعت الهلال والشباب لأنهم هم متنافسين، الاتحاد تتوقع والله صعبة صعبة صعب على الاتحاد. ربطتها أبو لما بأنه الاتحاد طلع من بطولة الكأس، ممكن يكون لها تأثير على محاولة التعويض. وأنا يعني شوف رغم النقص والإصابات أيضا أتوقع فوز الاتحاد وبالتالي مواصلة المشوار. هي آخر فرصة الاتحاد، الحق ولا ما يلحق؟ لأنه خلاص ما عاد عنده شيء يفقده الآن غير البطولة العربية، وهذه حتى الآن إحنا ما نعرف مصيرها حتى الآن لأنه خرج من الكأس. في الهاشتاج جايني السؤال هذا ترى أبو لما، نعم، إنه هل الاتحاد سيعاني بعد الخروج من الكأس على مستوى الدوري؟ لا، هو هو المفروض هنا الدور النفسي ودور الإدارة. يعني المفروض خلاص إذا كانت الإدارة ما يعني الحقيقة دور مهم جدا أنك أنت تحاول أن تنسي أو تنسي اللاعبين ما فقدوه بالنسبة لكأس الملك. خلاص تبدأ بطولة جديدة، يجب أن عندنا أمل في بطولة الدوري. صحيح المهمة صعبة، لكن لا يجب أنك أنت يعني تهمل هذا الجانب بالنسبة للاعبين. في غيابات أبو لما، نعم في غيابات، عنده غيابات وإصابات، عنده غيابات، ولهذا المهمة أنا أقول لك صعبة. ولا تنسى الرائد، حتى الرائد في وضع صعب. صحيح، فالمباراة صعبة صراحة. شوف على النتائج، بجيب لك مثال بس على النتائج. تفضل. الدروب اللي صار للهلال بعد خسارته من الفتح، بعد ما طلع من كأس الملك. فممكن يصير، خاصة أن أدوات الاتحاد قليلة جدا، يعني على دكة الاحتياط ما ينعدون على الأصابع، وتخيل لما يكون في إصابات أو إيقافات. فحنا على مستوى المنافسة الدوري تحتاج دكة احتياط لا تقل في المستوى الفني عن اللاعبين الأساسيين. صحيح. ويكون عدد عندك، مو مجرد لاعبين أو ثلاثة لاعبين. ايه؟ فبالتالي نشوف اتحاد صار على كذا جبهة، بالعربية كان كأس الملك، الآن الدوري. صحيح. الأدوات اللي عنده ما تساعده أنه على النفس الطويل. ممتاز. لكن نتمنى ان شاء الله احنا الفرق كلها الفوز عشان ما يصير في تحيز للاتحاد. ان شاء الله يفوز. احنا بس نتكلم على المتنافسين، ان شاء الله يفوز الرائد. احنا مركزين اليوم على المتنافسين بشكل اكثر. ابو نواف على هذه الجوله، ويعني انا اكيد ان الضوء بكره يروح على مستوى قمه الترتيب، تكلم على الهلال الشباب الاتحاد في مستوى المنافسه، يمكن خصوصا مع المقابلين لهم. المباراه صراحه اللي يفترض انها بتاخذ يعني اهتمام اكثر يمكن مباراه الشباب والتعاون، يعني هي ينتظر منها أن تكون الأقوى فنيا على صعيد الأداء والإثارة. ولكن ما في شك أن نتيجة مباراة الهلال ونتيجة مباراة الاتحاد مهمة جدا أيضا، وتماثل نتيجة مباراة الشباب، بس نتكلم على صعيد المستوى الفني. حلو. في مباراة برضه مفصلية اللي هي بين أبها وضمك وبين العين والوحدة، هذه لها علاقة مباشرة بفكرة بقاء فكرة الفاصل. إيش رأيك فيها؟ اثنين هذول الفاصل لازم ناخذ. ما تقول شيء، بكمل معك بس اروح الفاصل وارجع اكمل معك.
اهلا، كيف اقدر اخدمك؟ تس تسمعني؟ نعم اسمعك، تفضلي. لو سمحت اعطيني واحد برجر وواحد فرايز. سوري، برجر ما في. ما في؟ اوكي اعطيني واحد بيتزا. مع بيتزا ما في. طيب عندكم اي شيء؟ سوري اي شيء ما في. تحبي تطلبي اغنيه؟ اغنيه؟ ايوه اغنيه. اغنيه؟ ايوه اغنيه. الله وحن الغريب ورجع لأهله، عود مع الغيب لحبابه، هب الهوى وقام يندهله، وحي الشتا وحي ما جابه. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة، عادل عصام الدين، سعد المهدي، الدكتور جاسم الحربي، والأستاذ منيف الحربي، مع حفظ الألقاب للجميع. بنواف، وقفت عندك طبعا، أنت أستاذنا في العمل الإعلامي التلفزيوني وعارف قيمة الفاصل. الله يبارك فيك. حتى حنا أستاذنا الاثنين تعلمنا مع بنواف وأنا صغير يكتبون عني ما شاء الله. سلبي ولا إيجابي؟ الصحة والعافية. يكتبون سلبي وإيجابي؟ لا إيجابي. ليت 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 الصحفيين، أنا أقول صحفيين لأن كلمة إعلامي شاملة، لكن الصحفيين يأخذون 20% من يستحقون، اللي يستحقون من الأساتذة. طبعاً أساتذة لنا ونعتز فيهم. الله يبارك فيك. تصور حسابياً بعد الجولة 23 لم يضمن البقاء في الدوري الممتاز لدوري المحترفين لثلاثة أندية، الهلال والشباب والاتحاد، هذا فقط هو ضمن البقاء، لكن لا يضمن أحدهم أيضا البطولة، يعني كل ثنتين. أي. لأنك أنت تأخذ من الترتيب الرابع إلى الترتيب الـ14 وتقارب النقاط بينهم 8 نقاط فقط، والمتبقي من الجولات 7 جولات في 21 نقطة. طبعا هذا حسابيا، لكن مضطرين نقول حسابيا أو نعطي منطق الحساب أهمية في هذا الموسم بالذات، لأن قاعدين نشوف النتائج الغير مستقرة أداء ونتائج في مسيرة أي من الفرق، يعني صحيح. يعني بالكثير يمكن يعني يستمر مباراتين إلى 3 ثم يرجع ثاني مرة يخسر سواء نقطتين التعادل أو 3 نقاط الخسارة. من ذلك يعني الجولة 24 الحقيقة مهمة، ومع أنه والله يعني كل جولة نقول مهمة ومفترق طرق صحيح. يعني وفي الأخير برضنا محلك سر، يعني إيه محلك سر، ممكن النتائج بكرة في الجولة لما في أحد إيه ما خلي الجولة اللي بعدها إيه لأن ما في أحد يعني فعلا يعني يستثمر الجولة بشكلها الصحيح، يعني صحيح. إذا ما أخفق في 22 رجع نجح في 24 والعكس صحيح بالنسبة لجميع الأندية. لذلك ستكون جولة مثيرة، ستكون جولة قوية. قلنا مباراة الشباب والتعاون فنيا ستكون هي يمكن الأكثر قدرة على الجذب والإمتاع صحيح. ولكن الإثارة أكيد أنها والأهمية بتكون مباراة الاتحاد ومباراة الهلال، هذه قياسا بالفرق اللي تطمح إلى الحصول على اللقب. قلنا أبها وضمك والوحدة، وأعتقد الوحدة والعين مهمة جدا في ترسيخ فكرة، بس لا تروح الفاصل بعد فكرة ترسيخ فكرة إنه إنك ستبقى أو يعني تسلم الأمور نهائياً. بسلم التقرير. طيب بالذات ضمك وأبها، سوري ضمك والعين. ممتاز. طيب، حسابات معقدة وطموحات مختلفة وآمال يعول عليها، هذا ما تبين وبين الجولة 24. راشد عقيد. جولة تلو الأخرى تقربنا أكثر إلى الأمتار الأخيرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فالنقطة الواحدة لم تعد قيمتها كما كانت سابقاً، فبإمكانها الآن أن تجعلك تحزم أمتعتك لمغادرة مسرح الأضواء، وربما تضع الذهب بين يديك.
وفي رواية أخرى هذه النقطة قد تكون سبباً في جعلك ساكناً في المناطق الدافئة. الجولة 24 من دورينا تباينت فيها الطموحات بعد أن انقسمت إلى 3 طبقات. الأولى تحمل في تفاصيلها صراع ثلاثي شرس جداً على الصدارة، أما الطبقة الثانية فهي رواية أخرى جمعت 11 نادياً في تنافس لا يقبل إلا بالنقاط 3، وأخيراً من جمعهم القاع الذي باتت ملامحه تتضح أكثر جولة تلو الأخرى. الهلال والشباب في الجولة 24 صراع يأمل فيه كل طرف خسارة الآخر بعد تعادلهما نقطياً، بينما يأمل النمور في المركز 3 خسارة الطرفين لتقليص الفوارق والاقتراب أكثر للدخول في غمار المنافسة. وكما قلنا سابقاً في وسط ترتيب رواية معقدة جداً بكامل تفاصيلها بعد أن أصبح أبطالها 11 نادياً، يسعى كل منهم أن يكون شعاره في القمة، حيث بات الفارق بين المركز 4 و14 8 نقاط فقط. الأهلي لن يعرف في الجولة القادمة سوى الانتصار للخروج من دوامة الخسائر والتعادلات التي ألمت به في 6 جولات متتالية، بينما يملك الاتفاق الدافع الأقوى للفوز في هذه الجولة للقفز من المركز 7 إلى 4 مباشرة. وأخيراً في القاع لا يملك العين سوى 3 خيارات، وهي الفوز ثم الفوز ثم الفوز. نعم، 9 نقاط هي ما يحتاجها أبناء الباحة للشعور بالأمان. حسابات معقدة وطموحات مختلفة وآمال يعول عليها، هذه هي أبرز عناوين الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. طيب اروح معك ابو ركاس استاذ منيف الحربي، يعني يمكن من تقرير راشد عقيد وفريق العمل اليوم، يعني احنا نشتغل على تجهيز المواد، الفريق دائما نجلس مع بعض ونتفرج على الجدول ونشوف. الزملاء شافوا ان الجدول اليوم، جدول الترتيب، يقسم على 3 فئات، الفئه الاولى اللي هي 3 فرق الاولى تتنافس على مستوى الدوري، عندك من 4 إلى 14 هؤلاء يتنافسون، والفوارق بينهم في المجمل او في المجموع 8 نقاط، هم يتصارعون على 8 نقاط. طبعا في الاخير عندك ضمك والعين، هذول في وضع مختلف على مستوى الهبوط، والوحده لكن 27. يعني بتكلم بالنقاط، الفتح والوحده في تقارب، يعني لا زال الوحده قادر على تعديل المركز، بس بالنسبه للضمك والعين لا يبدو ان الامر صعب جدا. فهذه المره صراع صاير في الوسط بشكل كبير. بالضبط، الدوري يعني يمكن لو نظر الدوري من بدايته إلى مرحلة الحالية في الأسبوع 24 الجولة المقبلة، يعني يعتبر المنعطف الأخير بالنسبة للمسابقة، نلاحظ أنه تقريبا في ثبات، يعني من بداية الدوري وهذا الشكل العام لشكل الفرق، ما في أحد راضي أنه ينفرد، ما شفنا الانفراد اللي دائم في المقدمة أنه فريق يعني يستفرد في الصدارة، أو أنه في فرق مثلاً بعيدة في المؤخرة. نشاهد أنه الدوري تقريباً الشكل الفني حتى الآن لا زال ثابت، ما عدا يمكن بعض 3 تغييرات اللي هو أبرزها يمكن تراجع الأهلي عن الصدارة أو المنافسة على الصدارة. صحيح. أيضاً ابتعاد النصر عن المنافسة على الدوري. مؤشر خطير عند الأهلي يا بركان. كيف؟ 6 مباريات الأهلي لم يفز. بالضبط، فأنا أقول لك يعني الشكل الدوري بشكل عام اللي شاهده الآن هو شكل الدوري من البداية، ما في تغييرات كبيرة، اللهم إلا تراجع الأهلي عن المنافسة، ابتعاد النصر عن الصدارة، أو الخطوات اللي قطعها النصر كان ترتيبه سيء في بداية الدوري، حسن من مركزه كثير يعني. أيضا الوحدة تدحرج يعني عن ما كان عليه في بداية الدوري أو حتى منتصف الدوري. لكن بشكل عام النصر برضه باستثناء هالنقاط الثلاث، النصر ملمح مهم في، انا اقول لك النصر كان مركزه سيء جدا في بدايه المسابقه، لا على القدره على التعديل المسابقه الان تحسن، برضه النصر ما قدر، يعني مثلا بعد السوبر
وانت كنت احد ضيوفي بركان وكنت تتكلم على انه مفترض بطوله السوبر هذه حتؤثر او الكل اجمع صحيح. على النصر بطوله السوبر راح تؤثر عليه او راح تدفعه إيجابياً. لتعديل إيجابياً المركز نعم. بالضبط بس انا قلت ولكن هذا ما صار في النصر وقتها قلت انه ترشيح النصر انه منافس على الدوري او انه يستطيع اللحاق فرق المقدمه حيكون عبء كبير على الفريق لا زال الفريق يتعافى اوكي في تحسن لكن تضيف لعبء نفسي ما هو بكامل عافيته تعرض الظروف كثيره من الصعب انه ينافس على بطوله الدوري بعد المقدمه او الاخفاقات التراجع الكبير اللي كان في بدايه الدوري والظروف الصعبه اللي عانى منها الفريق فما كان في بامكان الفريق ان يعني تلقي عليه عبء كبير وتخالف الواقع اذا قلت ان النصر يفترض ان نتيجه السوبر انه يستطيع اللحاق بفرق المقدمه بالعكس فرق كانت معنويا وفنيا مستقرة جدا النصر تحسن لكن لما تجي من البعيد تحسنك حيوصلك لمرحلة معينة ما تقدر انه يوصلك لنهاية الدوري يعني ولا انك تنافس على مسابقة كل التعديلات اللي تمت اداريا ما استطاعت ان تصعد بالنصر شوف اذا بنتكلم عن النصر تحديدا الدوري يمكن فقد نصف جماليته بصراحة واثارته وقوته بابتعاد النصر عن المنافسة الإدارة ممكن لها دور في بعض الجوانب لكن كان الدور الأبرز بصراحة الظروف الصعبة اللي تعرض لها الفريق من ناحية الإصابات ثم من بعدها يعني لما أصيب معظم أفراد الفريق في كورونا أيضا الجانب التحكيمي يعني أنا أعتبر مباراة النصر مع الشباب في الدور الأول كانت مباراة مفصلية في تراجع النصر تعرض فيها النصر لظلم فادح بصراحة يعني أثرت على النصر على مدى أسابيع الأمام عكس لو أنه أخذ حقه تلك المباراة وحقق الانتصار بتكون دافع كبير له أيه؟ انه يتقدم في المنافسة أيه؟ كانت خاصة في مرحلة بس من البداية بركة كانت من البداية النصر يعني بدأ البداية. لكن عكس الطموح اللي كان مرسوم للنصر او كان منتظر للنصر من خلال الشكل الفني اللي موجود عنده شوف قياسا بالاخفاقات او المصاعب اللي تعرض لا الموضوع تحكيم الكل قاعد يتكلم عنه لا بس النصر اكثر فريق عانى منه خاصة في ظرف صعب يعني في البدايه انت لما بتحطها في ظرف كل فريق حيقول نفس كل فريق ترى ابو ركان كل الفرق يعني عنده هذه النظره ان احنا الاكثر تضرر كانت معلش ابو نمر الرائد يقول احنا الاكثر الاتحاد اي بس ما كانت كل الفرق عبد الرحمن ما كانت في ظروف النصر الصعبه وقتها انا ما ابغى اتكلم عن النصر احنا نتكلم عن الدوري بشكل عام اي شكل الدوري الحالي هو شكله من بدايه الدوري ما في فريق قادر انه يفلت من القيود الصعبه اللي فرضتها الظروف الصعبة اللي تعرضتها جميع الأندية ما في فريق قادر أنه يستفرد يقدم مستويات كبيرة ممكن شفنا الشباب في مراحل الهلال في مراحل الأهلي في مراحل الاتحاد في مراحل كلها يعني كانت تجينا مراحل تعافي لكنها ترجع يعني ما تقدر أنها تنطلق وتبتعد كثير في الصدارة شاهدنا الأهلي تخلص أو تراجع عن الصدارة الشباب في مرحلة الهلال في مرحلة وعاد للسباق لكن اعتقد انه حاليا الان الهلال بعد ما عاد للصداره من الصعب انه يفرط فيها خاصه بعد ما عانى فتره يعني من الابتعاد وفارق نقط يكون اكتر ترشح الهلال انت كالبطل من اتوقع يعني انه الهلال بكره اتوقع شخصي انه حتكون انطلاقه الهلال نحو الانفراد بالصداره ممكن الشباب انه يعاني من مباراه التعاون والهلال ما اتوقع انه بيعاني من مباراه القادسيه بيحقق فوز وبالتالي بيزيد الفارق وهذا الفارق قابل انه يزيد في المراحل المقبلة الجولات المقبلة شوف فنيا ترى صعب على الهلال وعلى القادسية كويس فريق منظم يلعب الهجمات المرتدة من أفضل الفرق في الدوري تنظيم دفاعي عالي وانطلاقات سريعة وعندهم تسديد من خارج الـ 18 يعني عندهم حلول فما هو سهل على الهلال ولا الشباب سهل عليه التعاون تحسن مستواه كثير توانبا صار لاعب زي الحر وصانع لعب مش راس حربة صريح مرة تلقاه في الصندوق ومرة تلقاه خارج الصندوق أي. أنا أول مرة السنة هذه أشوف بس مباراة الشباب أصعب يا أبو محمد هي كلها صعبة والقادسية صعب لا التعاون أوكي القادسية ما أتكلم عن المركز يعني اليوم التعاون في المركز متقدم اليوم قادر على أنه برضو يغير المركز بالنسبة له والله شوف أنا قلت لك الفرق كلها محتاجة ومتعافي واصل للنصف نهائي الكأس الوضع مختلف عند كل الفرق محتاجة يعني المنافسة تصير أصعب شوف لا التعاون بيفتح قدام الشباب وهذا منطقي ولا الغاتسية بيفتح قدام الهلال التعاون لو خذ مثلا في تفكير أنا كمدرب هنا ولا هنا أخذ نقطة من الشباب والغاتسية أخذ نقطة من الهلال اعتبر بالنسبة لهم كويس إذا قدروا يتحصلون على نقطة هو المباراة صعبة عليهم لكن ما في شيء مستحيل
القادسية من أفضل الفرق اللي تلعب الهجمات المرتدة. على أنا أقيس على مستوى مباريات الدوري كلها اللي مضت. الآن حنا في الجولة 24، يعني إلى الآن عندهم ثبات في التنظيم الدفاعي والتحول من الحالات الدفاعية الهجومية السريعة جدا. أي عندهم صحيح. لاعبين يوصلون للصندوق بأسهل الطرق. فبالتالي ما هي سهلة على الهلال. صح. ما هي لا تقول سهل، خاصة الفرق هذه لا تأمل له. يعني الآن من يصدق مثلا، بس مش تقليلا، شوف نادي الفتح نامون علي، من يصدق أنه طلع الهلال من ال كلنا صراحة كنا المباراة، ومن يصدق أنه طلع الاتحاد صعبة. لا خلينا منعطف برضه. شوف الجولة هذه ترى صعبة جدا. شوف الفرق كلها محتاجة زي اللي قبلها زي اللي بعدها، ما فيها كلام. أنا قلت لك منعطف خطير، انتحاري، منعطف انتحاري، لازم أخذ على الأقل. لو ما أخذت منك ثلاث نقاط اللي أنا محتاجها، على الأقل أطلع بنقطة، خاصة اللي نقول قدام الشباب، التعاون، القادسية، قدام الهلال. هذول إذا طلعوا بنقطة من أمام الفريقين، أنا بالنسبة لي أعتبره مكسب. يعني لا تبالغ إلا فوز على الهلال، ما ينفتح اللعب معه. والشباب على المستوى اللي قدمه الآن، ريال مدريد العرب فاتح اللعب عندك بنيقة مدرب وسط الملعب، وقلتها أنا هنا، ما يحتاج مدرب على دكة الاحتياط، هو مدرب داخل الملعب، يستلم كرة من الستة ويسلمها في الستة، يصنع لعب، يسجل أهداف، يربط الخطوط، وش عاد تبغى، يحول اللعب من اليمين يسار، لعب جمالي جميل جدا يقدمه الشباب سبب بنيقة. طيب محمد، خلني ببدأ من عندك، أخذ على هالست مباريات نتائج، عطني على الراد والاتحاد. الرائد أروح. الرائد. الرائد أقرب. الفتح الأهلي. الفتح. قلتها بسرعة الفتحة. أي واضحة. الاتفاق الفيصلي. والله أقرب للتعادل لأن مستواهم الفني. بس الاتفاق عنده فرصة لو فاز بكرة يصعد من السابع للرابع. ما ليش نقول لك أن كل واحد يبي الثلاث نقاط، لكن هم على مستوى الفني ناقص. يعني قصدي بتصير مهمة الاتفاق. طبعا مهمة، ما في شك، ويلعب على أرضه وهذه فرصة. بس أنت تقول للتعادل. أقرب للتعادل، ممكن يفوز الاتفاق. الشباب التعاون. هذه سؤال صعب، أنا أول مرة أقول لك صعب فيها، لكن الشباب أقرب للفوز. الهلال القادسية. الهلال أقرب للفوز، بس هذا ما يعني إن أنا أقول لك بيفوزون، لا، في يعني في حاجة تقدمها داخل الملعب. على أساس نتيجة كتوقع نتيجة. النصر الباطن. النصر. بلمع المباريات، الرائد الاتحاد. فوز الاتحاد. فتح فوز الأهلي. فوز الأهلي. حلو. فوز الهلال، فوز الشباب، فوز النصر. الاتفاق الفيصلي. اتفاق الفيصلي، فوز الاتفاق. ممتاز. بنواف المباريات. الرائد والاتحاد تعادل، الفتح والأهلي الأهلي، الاتفاق والفيصلي تعادل، الشباب والتعاون تعادل، النصر يفوز على الباطن، والهلال يفوز على القادسية. ممتاز. بركان. أتوقع الهلال معك. الرائد والاتحاد. الرائد والاتحاد حيفوز الاتحاد. فتح الأهلي. أتوقع تعادل. الاتفاق والفيصلي. اتفاق والفيصلي تعادل برضه. الشباب والتعاون. الشباب. الهلال والقادسية. الهلال. النصر والنصر حيفوز. ممتاز. تقريبا يعني هذا التوقع. هذه هي توقعاتكم، نشوف بكرة كيف حتكون توقعاتكم معنا في هذه المباراة. جمعية أصدقاء اللاعبين التي انطلقت عام 2015 وتهدف لتقديم العمل الإنساني والوقوف مع أسر اللاعبين القدامى لتلبية احتياجاتهم. الزميل النشيط والمميز فيصل الملوقي تواجد في إحدى مبادرات الجمعية ونقل لنا الجهود المبذولة للجمعية. نتابع. جمعية أصدقاء اللاعبين التي انطلقت رسمياً في شهر أكتوبر من عام 2015 والتي تهدف لتقديم العمل الإنساني والوقوف مع أسر اللاعبين لتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات الرسمية وبقيادة النجم الأسطوري ماجد عبد الله. خروج مثل هذه المبادرات للناس اللي اطلع عليها، هذا محفز كبير لنا لمواصلة الجهد، لمواصلة العمل. المشاريع الصغيرة احنا بدينا فيها وركزنا على الأيتام من الأسر، تقريبا عندنا 47 أسرة من أيتام اللاعبين، ركزنا معاهم على وجود مشاريع صغيرة. حبينا نكون في البيئة، بيئتهم في الأندية. تواصلنا مع
نادي النصر، تواصلنا مع نادي الرياض، تواصلنا مع نادي الهلال، كلهم رحبوا والحمد لله. هذه تركات الآن موجودة لها تقريبا شهر، والحمد لله بدينا نشوف العائد فيهم في الأسر نفسها. تجهيزاتنا احنا كجمعية من الـ A to Z، نجهز ترك بتجهيزاته كاملة، بتدريبات الأسر، بتغذية الترك مدة شهر إلى شهرين، على أساس يكون في شيء مستدام لهم ونضمن النجاح بالمتابعة اليومية لهم كأسر. وخلال إحدى مبادرات هذه الجمعية تواجدنا في المبادرة ورصدنا الجهود المبذولة على أرض الواقع لنشاطات الجمعية المختلفة. ما هم يعني متعاونين معانا، متعاونين في الفود تريك، في التأمين الطبي، في الجامعة، في تسديد كهرباء إذا أي أحد احتاج، في دعم، في كل حاجة. صراحة أحيانا الواحد يحتاج، مش يفكر فيه، يفكر في الجمعية. بالنسبة لمبادرة الجمعية ما قصروا، مشكورين عليها، وجهود من جد يشكرون عليها كل أعضاء الجمعية. هكذا هو جزء لعمل وجهد عظيم تقدمه الجمعية لأسر أولئك الذين قضوا أيامهم في المستطيل الأخضر لإسعاد الجماهير الغفيرة، ومثلوا أنديتهم والمنتخب خير تمثيل. شكرا فيصل الملوقي، شكرا لجمعية اللاعبين القدامى حقيقة على هذا العمل اللي يسوونه، عمل كبير يشكرون عليه. ماجد عبد الله، لن تفيك الكلمات ممكن، أو لن تعطيك قدرك على اللي انت تقدمه كأسطورة سعودية حية من خلال العطاء خلنا نقول الرياضي وما بعد الرياضة في الانتفاع من اسم ماجد عبد الله. أبو لما يا أخي، هذول اللي شفناهم اللي توفوا يعني نجوم دوليين لعبوا المنتخب السعودي، أسماء معروفة، نعرف أسماءهم. يا أخي أنت الحقيقة يعني ماجد عبد الله وهذه الجمعية عمل خيري عظيم. لما تحدثوا عن الأندية، الأندية رحبت، لكن مع الأسف الشديد في نادي أو ناديين، خلينا نقول مثلا زي نادي الهلال ونادي النصر، على طول فعلوا. ما أعرف بقية الأندية، لكن المفروض الأندية تبادر من يعني حتى بدون دعوات تبادر، لأنه يا أخي واحد أنا ما أبغى أسمي حتى لا تحرج أنت، ولا كلهم مثلوا المنتخب السعودي، يا ما رحنا وصفقنا لهم، وبعضهم يعني كانوا أساس في وصول المنتخب السعودي وفي تحقيق إنجازات، ما بالك بأنديتهم. لما يجي واحد يا أخي شوف، هو قال لك أنت تعرف كم بالنسبة للأيتام؟ فوق 100 يتيم بيستفيد من الفود ترك. تعرف كم الدخل؟ بيدخل ما شاء الله تبارك الله 10,000 ريال في الشهر، وهو يعني في عائلة كلهم طلبة مستوى يعني طلاب، ما عندهم ما في أي دخل. فتصور أنت الآن 10,000 ريال للأسرة دي، يعني صراحة عمل عظيم لماجد عبد الله ولفهد الأخ فهد الدوسري ولهذه الجمعية ومن يقوم. يعني أنا بس الحقيقة شوف، هم أنا سألت من الذي يدعمكم؟ بيدعموهم جمعيات أو مؤسسات أو أشخاص أو رجال أعمال، لكن أنا يعني المؤسسة المعنية هي النادي أو المؤسسة الرياضية. يا أخي مطلوب منها مبادرات أكبر يعني بأي طريقة كانت صراحة، لأنه لاعب يعني أنت واحد، بعض اللاعبين من هذول سنوات كافح وتعب وشارك مع المنتخب ولعب في دورات الخليج ولعب في بطولة آسيا، أسماء عظيمة كبيرة، لكن مع الأسف الشديد هذه الأسماء اللي نتحدث عنها كانوا كلهم في مرحلة الهواية قبل الاحتراف. يعني أنا لو في مرحلة الاحتراف أقول لا بالعكس، هذا عنده راتب وعنده كذا ومكون وعنده بيت، بس في معظمهم دوم لا بيت ولا عمل. فيجب أن الحقيقة نساندهم، وهذه الجمعية أنا أتمنى أن تنقل أو تكون على غرار هذه الجمعية في المنطقة الغربية، في المنطقة الشرقية، في الجنوبية، في القصيم. أسماء نجوم قدموا الكثير للوطن من عطاء، الحقيقة ما قدروا، لأنه هم تركوا، في بعضهم تركوا دراستهم، أنا أعرف منهم ترك الدراسة عشان النادي وضحى من أجل النادي، والمرحلة الأولى اللي هي قامت فيها مرحلة السبعينيات بالضبط أو التسعينيات الهجرية، أسماء عظيمة كانت بداية البطولات عندنا من خلال هذه الأسماء.
في مرحلة الأمير فيصل بن فهد ما كانت هواية، ما في لا راتب ولا شيء، حتى الراتب يضيع. صحيح. وبعضهم ما كونوا لا عندهم بيت ولا شيء، إيجار. الآن الجمعية دي بتسدد إيجارات، شوف إيجارات البيوت بتسددها. وبالإضافة من فكرة الفوت ترك فكرة عظيمة جدا، لأنه يا أخي ما شاء الله تبارك الله أقل دخل 8000، وهذا شيء طيب. وعدد كبير 100 يتيم الآن بيستفيدوا، والمئة يتيم لو تقول أسماءهم حتنفجع صراحة، أسماء عظيمة، لاعبين كلهم مثلوا المنتخب السعودي. فشكرا لماجد عبد الله وللجمعية ولكل من يساند هذه الجمعية. دكتور جاسم، والله ودي أوقف لهم احترام وتقدير بصراحة، يستاهلوا والله العظيم، يعني اللي قدموه بس شيء مو طبيعي. يعني في أسر فعلا يعني محتاجة حد يلمها، حد يوجهها للاتجاه الصحيح. مجرد أنك جهز لها ترك أنا تقول يلا هذا هو الطريق، لأن تحققين كل أمنياتك لأبنائك. يعني شفنا حريم يبيعون في الترك، صحيح، فهذا شيء ممتاز. يعني الكلمة اللي كانت تغص في حلقي بالنسبة لبولما قالها، قال مو بس في الوسطى، في الغربية، في الشرقية، في أسر محتاجة. ليش ما يصير حصر من الأندية لعبتهم القدامى، من المتوفي، من اليتامى اللي موجودين هذول، ويدعمونهم، يجهزون لهم فود تراك زي اللي موجودين، ويعتبرون جزء من الاستثمار. فبصراحة يعني تعجز الكلمات عن اللي قدمه بصراحة كابتن ماجد وكل الجروب اللي يعمل. شكرا لكم، وبصراحة يعني اللي سويتوه شيء عظيم، ونتمنى إن شاء الله يعني يكون في انفتاح أكثر، انفتاح للدعم أكثر، والشركات تساهم أكثر، مو بس هي مهمة على الجمعية مختصة. من المفترض يعني القطاعات الخاصة تساهم لو جزء بسيط، يا أخي ربع 1%، يا أخي مو بضروري أنك تدفع ملايين. لو ربع 1% من الشركات الكبيرة، شوف كم فود تراك ممكن تسوي لك. فشكرا لهم صراحة اللي قدموا. الدور الآن المطلوب هو دعم الجمعية. الآن الجمعية هي قاعدة تدعم اللي هم المستحقين والمستفيدين منها من أبناء أو أسر اللاعبين، لكن الدور الأهم هو دعم الجمعية نفسها، زي ما تفضلت مثلا، سواء من الجهات التجارية المختلفة أو من رجال الأعمال أو غيرهم. بس مهم جدا أنه نبدأ بتصحيح أشياء، معلومات كثيرة يعني يمكن تكون فيها شيء من اللبس عن الجمعية. أنا اللي أعرف أنها جمعية أصدقاء اللاعبين كرة القدم الخيرية بمنطقة الرياض، ودائما في ناس الخلط يجي منين أنها جمعية أصدقاء اللاعبين القدامى أو كذا، لا، هي جمعية أصدقاء اللاعبين لاعبي كرة القدم الخيرية. لا بس أظن توسعت الجمعية أبو نواف. لا هذا تستهدف اللاعبين في المملكة كلها. هذا مسمها. هي الآن عندها مشاريع تبغى توصل إلى المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية، وصار لها فعلا إسهامات، لكن إسهامات باجتهادات فقط، غير يعني لا ترتكز على النظام اللي يجيز لها من خلال تصريحها في العمل في منطقة الرياض. وإمكانية توسعها وإمكانية فتح أفرع لها في المنطقة الغربية والشرقية مضمون وسهل، ولكن يحتاج إلى أن الجهات أو الأشخاص أو الكيانات المعنية في المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية تساعد الجمعية في الوصول لها. يعني بمعنى أنه الآن أعرف أن في محاولات للجمعية بالتواصل مع لاعبين في المنطقة الشرقية ولاعبين في المنطقة الغربية، ولكنهم يعني لحد ما خذلوا من اللاعبين اللي تواصلوا معهم، ما أعطوهم الشيء اللي يقدر يعني يستندون عليه في تحريك العمل واستفادة الآخرين من هذه الجهود. فاتجهوا إلى الإدارات المسؤولية الاجتماعية في الأندية. نعم. يعني لعلهم يكونهم بحكم التخصص يكونهم يعني يستطيعون أنهم يعني يساندونهم في العملية. ولكن ومن ذلك أنه أصبحت الجمعية تحتاج إلى من يدعمها ويساندها في توسيع نشاطها، وبعد كذا ممكن تحصل على الترخيص العام، يصير بدل ما ترخيص في منطقة الرياض يكون ترخيص شامل. اتحاد كرة القدم يساند هذه الجمعية من خلال إعطائهم مقعدين في كل الدورات سواء في دورات تحكيم أو دورات تدريب وإلى آخره، للاعبين اللي ما زال قادرين على
الانخراط في في او او عندهم رغبه في الانخراط في هذه المجالات، سواء مجال التحكيم او مجال التدريب. الامير عبد العزيز بن تركي وزير الرياضه يعني انا لمسته وسمعته وعايشته يعني معه، يعني فتح لهم كل ابواب الممكن لمساندتهم باي شيء ممكن يساندهم فيه، بالتشريعات، بالدعم، بالمسانده، بالوجاهه، بكل ما يمكن للوزاره ولشخص الامير. اصبح الان عندك جمعيه قادره على انها يعني تحتوي كل الجهات او الاسر والافراد اللي احنا يعني حريصين على عونهم. الان هم تقريبا ركزوا على الايتام واسر الايتام، وهي فعلا فكره جيده وفيها اختصار لكثير من البحث. يعني الايتام هم اولى في اي مكان يعني واي كانت الاسره. فجت فكره الفود تراك، الانديه ساعدتهم بماذا؟ بتاجيرهم، او مش بتاجيرهم، باعطائهم مساحات، لان ايضا الفود تراك يحتاج الى مساحه والى اذن من المكان اللي يعملوا فيه. صحيح. الان على اللاعبين في الانديه هذه اللي الان على راس العمل انهم يساندون هذه ولو بشراء الوجبه اليوميه هذه وتوزيعها او شرائها واكلها ايا كانت. ايضا الجمهور اللي يعني يفترض انهم ايضا يساندون. نعم. من خلال ايضا التعامل. صحيح. مع الفود تراك هذا ممتاز بالتسويق له، من خلال السنابات، من خلال الشراء الى اخره. الحقيقه جهد مقدر ومشكور، ونتمنى الحقيقه انه يتوسع وان يحقق ان شاء الله كل ما يتطلعون له والاهداف المرجوه ان شاء الله. بركه تبي تعلق على هذا؟ بصراحه هذا الخير يليق بماجد، اسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب له الاجر، هو فريق العمل المميز اللي معه. صحيح. يقومون بجهود كبيره جدا وجهود مميزه، وفيها رساله ايضا للرياضيين بصراحه، هذه احد الوجوه المشرقه للرياضه، جانب مشرق للرياضه بشكل عام، جانب خيري، جانب انساني. وفي رساله للاعبي كره القدم، يعني احنا نشوف ان كثير من اللاعبين حتى يعني يكون نجم كبير واسم مؤثر وله جماهيريه كبيره وله عنده علاقات وله دور مؤثر في المجتمع ككل وليس في المجال الرياضي فقط، لكن بعضهم حتى بعد ما يعتزل ما يقدر انه يتجاوز او يتخلص من موضوع التنافس الرياضي، يبقى معه الى اخر حياته. انا اتاسف والله لما اقرا البعض لاعبي المنتخب السعودي في حساباتهم في تويتر، لاعبين احببناهم يعني ولهم ذكريات جميله جدا، نجوم، لهم مكانه في نفوس الجمهور، ولما تلاقي تغريداته تلاقي فيها اساءات او تجاوزات ما يكتبها اصغر مشجع تجاه زملاء له او تجاه انديه من انديه الوطن. يعني مهما كان التنافس يظل في داخل اطار المستطيل الاخضر ولا ينبغي ان يتجاوزه. بالنسبه للاعبين النجوم يعني لهم دور مؤثر في المجتمع، لهم دور مؤثر تجاه الناس. احنا في النهايه يعني اللي يحكمنا اخلاقياتنا ومبادئنا الاسلاميه، اعتبرها من علامات التوفيق صراحه الكابتن ماجد عبد الله انه يقوم بهذا الدور، يعني يستثمر اسمه ومكانته في المجال الرياضي في المجتمع ككل. يعني ممتاز. والامير عبد الله بن مساعد على فكره كان له دور كبير في انطلاقه الجمعيه من يعني بدايتها ودعمها. صحيح. بالنسبه للنقطه تطرق لها ابو نواف انها في الرياض اعتقد في البدايه كانت كذا، لكن حتى بعد اعاده تشكيلها كان اسمها يعني صار اسم الجمعيه جمعيه اصدقاء فقط، يعني كاختصار. نعم. للجمعيه. ممتاز. اعتقد ان هذا توجه، يعني الجمعيه لها ادوار كبيره حقيقه، ادوارهم جيده يعني ومؤثره مع وزاره الاسكان، مع في المستشفيات من جانب علاجي، توفير علاج النجوم قدامى او حتى لاسرهم، يعني ممتاز. من جانب تعليمي توفير فرص تعليميه، دعم وظيفي ايضا، حتى نشوفه في جانب خيري، جوانب كثيره بصراحه توفقت لها الجمعيه. وزي ما تفضل ابو نما يعني تجاه ناس لهم مكانه وقاموا بدور وافنوا اعمارهم يعني في اسعاد الجماهير الرياضيه. صحيح. فاعتبر انه يعني هذا من الجوانب اللي يعني ينبغي من الوفاء اللي ونشيد فيها، ونتمنى ان شاء الله نشوف توسع في هالمجال، يعني بحيث انه يغطي كل مناطق المملكه وكل الاسماء اللي تستحق. هو ابو نواف يتكلم قبل شوي على اطار قانوني انه يستطيع انه يكون الجمعيه تنطلق على مستوى المملكه متى ما وجد مسانده الجهات. حقيقه يعني الجمعيه يمكن احنا يمكن رابع مره او اعتقد انه رابع تقرير نطلعه، وهذا احنا نتشرف بان نطلع مثل هذا العمل. احنا نقف مع هذه الجمعيه من خلال العمل اللي تقدمه. شكرا كابتن ماجد عبد الله، شكرا كل فريق العمل اللي موجود معه، حقيقه عمل
انتم يعني ما في كلمات ممكن انا عندي تعبر عن هالموضوع، لكن محسودين حقيقه، الله لا يحرمكم الاجر على اللي انتم تقدمونه. طيب خلينا نروح لموضوع ثاني فيما يخص موضوع النصر. يمكن قبل شوي كان في بيان لنادي النصر عبر موقع النادي في تويتر، استمرارا لوقفاته الخالدة مع ناديه النصر والتي لم تتغير يوما، قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز الرمز الداعم لنادي النصر دعما سخيا وغير مستغرب من سموه لخزينة النادي، وذلك لتسليم مكافآت الفوز لمباريات الهلال والأهلي والعين، كما قدم سموه دعما للوفاء ببعض المصاريف الإدارية الأخرى. من جانبه قدم الدكتور صفوان بن سليمان سويكت رئيس مجلس إدارة نادي النصر شكره وتقديره للرمز النصراوي الداعم، مؤكدا أن وقفات سموه مشهودة وغير مستغربة، متمنيا أن يكون التوفيق والنصر حليفا لفرق النصر وأن ترتقي النتائج إلى مستوى تطلعات الجماهير الوفية والداعمين والمحبين. طيب تعليقك منيف الحربي. يعني بصراحه دعم غير مستغرب، يعني مو اول مره ولا اعتقد انه بيكون الاخير، يعني هذا الدعم اللي يجد نادي النصر على مختلف الادارات اللي مرت على نادي النصر من سمو الامير خالد بن فهد، داعم كبير ومؤثر بصراحه، قام يعني في اشياء معلنه مثل اللي ظهرت في البيان، وفي اشياء كثيره غير معلنه من الدعم. اعتقد ان الانجازات او المستويات اللي قدمها النصر حتى يعني سواء النتائج او تحقيق بطولات او حتى النقله الكبيره اللي في النادي يقف امامها داعم مثل الامير خالد بن فهد واعضاء شرف اخرين ايضا في فترات متفاوته قدموا الكثير، لكن بالنسبه لهذا الدعم من سمو الامير خالد بن فهد غير مستغرب اطلاقا، قدم الكثير من المبالغ والدعم المعنوي ايضا ووقفات كبيره في منعطفات كثيره لنادي النصر بصراحه. فيشكر الامير خالد بن فهد لا شك على هذا، والنصر يستحق. ابو نواف كيف تقرا هالبيان؟ والله انا دائما اقول ان النادي اللي يعني يكون من ضمن قائمه اعضاء الذهبيين او الشرفيين مثل سمو الامير خالد بن فهد بن عبد العزيز هو نادي محظوظ. و حقيقة نتمنى جميع أعضاء الشرف اللي تواروا يعني أن يكون لهم إن شاء الله يعني مساهمات مماثلة في الأندية الأخرى، وأن يكون هذا يعني لأن الأندية ما زالت محتاجة أيضا للدعم من خلال تعزيز وتقوية يمكن الفرق الفرق الألعاب عندها بشكل عام سواء كرة القدم أو غيرها، إضافة إلى الالتزامات المالية الموجودة على الأندية في نقطة معينة بوجود مثل الدعم ذا يعني راح يكون أكثر قدرة وملاءة مالية وتفي بكل الالتزامات إن شاء الله. يعني بعد إذن أبو نواف، يعني الدعم اللي قدمه الأمير خالد بن فهد بصراحة نموذجي، لأنه ما عمره ما كان يعني سبب إشكالات مثلاً أو أنه يكون في خروج إطلاقاً، بالعكس دعم حقيقي يوجه للنادي مباشرة ومحله وفي وقته، ودعم يعني يستاهل بصراحة، دائم مبالغ كبيرة جداً وعمرها ما أثارت أي مشاكل في النادي، بالعكس تعزز موقف النادي وتحل مشاكله. أبو لما أصلا هو الوحيد ولا في غيره، ما شاء الله تبارك الله، الله يرزقكم ويرزق النصر ويرزق الأندية الثانية. لكن يعني أنت حين نتكلم على أمير خالد، هل في الهلال؟ ما في، في الاتحاد ما في، في الأهلي ما في، في الأندية كلها لا ما في. لا في الأمير الوليد بن طلال في الهلال، يعني الأمير من زمان يعني هو الأمير. لا ما زال الوليد، لكن أنا أقصد ما زال وليس لا زال. الاسم الحاضر الآن الأمير خالد، ويعني ناحية إحضار اللاعبين والدعم المتواصل النصر يعني هو الوحيد يعني. فبالعكس أنا أشوف النصر محظوظ بهذا الدعم، شيء ممتاز. بس لما أمس يعني شفنا مثلا تغريدة الأستاذ عبد العزيز بغلف على يعني كانت تلمح كأنه ابتعاد، واليوم نشوف دعم الأمير خالد بن فهد. توقيت قصدك أنت؟ ايه؟ أنا كذا قرأت. أي أنت قول طيب. أنا كذا، أنا صراحة أشوف إحنا أمس نتكلم عن الأستاذ عبد العزيز جزاه الله خير، دفع ودعم وكذا، وأنا يمكن حتى يعني بالعكس أشوف أي واحد بيدعم يا أخي إحنا ما حق يعني لا يحق لنا إن نتشرط ونتكلم. نعم. أنا أتكلم عن نفسي أنا، بالنسبة للأستاذ عبد العزيز كنت أرى إنه الشيء الوحيد الدخول في التفاصيل. أنا أدعم، أفضل لي أحسن أكون بعيد، أدعم أفوز عشان أكون مرجع. هذا يحدث حتى بالنسبة يعني كنت أطالب فيه حتى بالنسبة للاتحادين والأهلاويين والهلاليين، أدعم وخليك بعيد.
التوقيت ده يعني يلفت الانتباه، لأنه انسحاب واحد أو هكذا فهمنا، ولا أنا أمير خالد يقول ترى أنا موجود، يعني إذا انسحب فلان لا هناك يعني من يدعم. بالعكس أنا أبارك للنصراويين وأتمنى وجود واحد ثاني عندنا في الاتحاد. دكتور والله شوف هي عملة نادرة بصراحة، الأمير خالد يعني شهادتنا فيه مجروحة. فعلا تعد اثنين على الأصابع فقط، والأمير خالد في النصر والوليد بن طلال في الهلال. جيب لي أسماء ثانية ما في. أول كنا نشوف فلان تبرع فلان تبرع، يعني في كذا مثلا مصدر للتبرع. الآن حصر في اثنين فقط. صحيح. نتمنى إن شاء الله على موضوع الجمعية بعد يدعمون الجمعية لو جاب شيء بسيط، لأن هذه برضو جزء من الدعم للرياضيين. صحيح. هم يدعمون الأندية، تدعم أسر يعولون أيتام. فأتمنى يعني على الأقل يدعمون الجمعية، لأنها طالما أنها كانت في نفس السياق ونحن نوجه الدعم ونطلب الدعم، إن شاء الله هم قادرين بإذن الله أنهم يعني يوقفون على الأقل دعم، ما نقول 5-10% نعمة تقدر تسوي فيها فرع في الغربية، تقدر تسوي فرع في الشرقية، وفي نفس الوقت يكون الدعم مستمر، وهم قادرين بإذن الله أنهم يدعمون هذه الجمعيات. اللي أتمنى أن يصير عندنا رجال أعمال أيضا يدعمون الأندية. أول كنا نسمع فيهم، الحين ما عاد نشوفهم، وهذه مشكلة أيضا. من المفترض أنه أن هذا يعتبر خدمة مجتمعية أنت تقدمها من مجتمعك، مو بالعكس. فنتمنى إن شاء الله يصير فيه كذا داعم في الأندية. صحيح. والشكر والتقدير طبعا الأمير خالد، مش وليدة اليوم. أول كان ما يعلن عن اسمه، الآن الحمد لله صار الناس تعرف أنه يدعم. مو بس، ما أعتقد في فترة دعم الغادسية نذكر. نعم. قبل سنتين ثلاثة أول ما طال الغادسية دعم الغادسية بلاعبين، دعمهم بفلوس، يعني الرجل رياضي يدعم في اتجاهات مختلفة يعني. صحيح. شكرا له لكل من يدعم الأندية والرياضة بشكل خاص. طيب. وشكرا لكم، شكرا لكم اليوم على وجودكم معي في الحلقة. شكرا، شكرا على كل هذه الآراء اللي طرحت. شكرا لكم أنتم على المتابعة، فأمان الله. جزاء بالدقيقة 90 يا سعود، سعود يستعد للتسديد، تسمع صوت الجماهير، سعود 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 كرة القدم تمشي في عروقنا، تنبض في قلوبنا، كبرنا معها، نصنع بها أيام وذكريات، تملأنا شغف نغني لها،
نستنى أحداثها، نفتخر بها وتصنع لنا أبطال وكؤوس، وبكل فوز الأساطيرها نلعبها في كل مكان وزمان.